بسم الله الرحمن الرحيم. إن تنصروا الله ينصركم وإن ينصركم الله فلا غالب لكم. بغيت اليوم نتكلم على الوضع الحالي في المغرب. من مؤكد كنا متفقين ما نقومش لا بنشر الوضع ك ان كوستا ولا بوصف ما يجري في المغرب. كنا كنعرفوا شنو كاين في المغرب. بقاوش عاوتاني ديما نعاودوا السلسله وكان كاين شي تغيير. من المسلم به اليوم في المغرب ان كنا عرفنا عن طريق الصحافه الاسبانيه بان كاين مشكله في المؤسسة دي على عاتقها وعلى مسؤوليتها تقع جميع القرارات الاستراتيجية ديال البلاد، وأعني بهذا المؤسسة الملكية دون غيرها. فصافحي الصحفيين الإسبانيين قالوا لنا بأنه الملك هو المغرب وما عاولش يرجع للمغرب، بل زادوا كيقولوا واحد الكلام اللي على كل حال انا تخلعت منه. يمكن يكون اغلبيه ديال المغاربه دي جيوم عادي، انا ما جانيش عادي بانه ما عاودش يرجع. اكثر من هذا كيقولوا لنا بانه يريد ان يتمتع بما بقى له من الحياه بلا ما يتحمل العيب اي مسؤوليه. هاش هذا صحيح؟ هاش هذا كذب؟ أشهد مناورة؟ أنا فات السعدي ممكنش نقول المغاربة هل هذا صح أو هذا كذب، لكن نقدر نقول لكم بأنني استغربت كثير أنه حتى شي مؤسسة رسمية، حتى شي جهة، حتى شي مسؤول ما قام بالتكذيب. ماذا يعني هذا؟ أن احنا الشعب المغربي ما كهملناش الأمر، أو كيعني أن المسؤولين ما كيهمهمش الإحساس ديال الشعب المغربي؟ ولكن القضية هذه خصنا ندرسوها. وإذا فعلا الملك كيحس بالعياء أو كيحس بالمرض أو بغى يرتاح، من حقه المطلق، ولكن المؤسسات ديال البلاد خصها تمشى بصفة شفافة، بصفة صحيحة، بصفة دستورية. فالسؤال اللي اليوم غادي نطرحه ماشي الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي، عارفينها الله يعطيكم الخير عارفينها. شكون اللي كيحكم في البلاد؟ شكون اللي كيحكم في البلاد؟ سيما فات الصراعات اللي خلقوا لينا. في ناس تا كيقولوا لصقوا في واحد الزيطار، ما الزيطار كيدير كيستغل، وكيقولوا بانه طرف من العائله الملكيه ضده. واش هذا الزيطار هذا هو المسؤول على الاعتقالات؟ هو مسؤول على الاحكام؟ هو مسؤول على الثروه؟ هو المسؤول على التنمية؟ أنا كيهمني نعرف علاش هاد الهجمة على هاد الناس هادو، سيبتو كيدير جوج ديال الحاجات، كيبيع الشفنج في السلا، كيبيع الساندويش شاطير ومشطور وبينهما لحم، شاطير ومشطور وبينهما جبن، ساندويش. الأمور واضحة لا أكثر لا أقل. وانا ما كنظنش بان هذه شي حاجه كانت تستحق انه يتقال لينا من طرف ماشي اي كان، من طرف البوليس السياسي وانصاره ومؤسساته ومواقعه وصحافته. وبالتالي هذه ماشي خرافه ديال شحا باش تقول السيد كيبيع دونت شفنج في اخر المطاف، دونت سمية أمريكانية
السفنجة كيديروا عليها العسل والشوكلاط وكيف تحلوها وكي تقبوها مزيان وكي وكي تخشخشي، ولكن راه السفنجة الاخر، راه السفنج المغاربة، راه السفنج. قال لك مشى للبحر ديال الشمال كيباع الساندويش، كيباع الشاطر والمشطور. اش انا مشكلتي؟ كنتظروا ان محكمة الاستئناف تحمل مسؤوليتها التاريخية وتعطي نفس جديد للبلاد، ونحسوا بانه كاين انفتاح. يجيو المراه محكوم عليها بشهرين بعام سنتين ديال السجن على التفاهات، بغاو يردوها، واخيرا زادوا لا عام اليوم راه 3 سنين عندها. هادي عبرت عن راي، خطات، عورات، واتكرفصات، وهذاك الشيء اللي قالت ما فيه تسمع. ومن بعد يستحق اكثر من غرامه ديال 5000 درهم، تستحق اكثر من 15 يوم ديال السورسي، تستحق اكثر من 48 ساعه ديال الحراسه النظريه، 3 سنين ديال الحبس. وتقولوا لي الفص 477 الف جوج، لان الفص 477 كاين شي فصول دابا هذا التشريع جديد عند العباد الله اللي كيحسبوا راسهم كيفهموا، هذه الاشكاليه اللي عندنا في المغرب. بداو كيخذوا الفصول وبداو كيفتحوا 477 واحد، 477 جوج، 477 ثلاثة، داروها في هاد الشيء وداروا. اشت اقصى العقوبة هي 3 سنين. شنو هي اقصى العقوبة عند الناس اللي كيفكروا؟ عند الحقوقيين، عند رجال القانون، عند المسيرين، عند رجال الدولة. اقصى العقوبة هو ملي واحد السيد كيرتكب واحد الجريمة وكتواخدو عليها، وكيرتكبها المرة الثانية وكتواخدو عليها، وكيرتكبها المرة الثالثة وكتقول خصو أقصى العقوبة. سيدة ما عندها السوابق عدلية وتأتيها أقصى العقوبة، لأننا عبرت عن رأي، عبرت عن رأي لربما ما عجب حتى شي مغربي. كيبقى رأي تقول لي بأن واحد الجريمة اللي كنديرها فمي بكلامي غتوصلني للسجن، هذا الحماق. أن يوصلني سنوات ديال السجن، هذا الحماق ونص. أن المحكمة الاستئناف تزيد في العقوبة ديال المحكمة الابتدائية، وهذا ماشي الحماق، وهذا كيتسمى التخربيق، التخربيقولوجي، وهي واحد العلم أنا بعدا ما كنفهملوش. التخربيقولوجي واحد العلم اللي ممنوع في التسيير ديال الدول. كتسول تسير الدول بالاقتصاد، بالقانون الاجتماعي، يمكن لك تسير الدولة بمواقف وتدابير مالية، ولكن تسير الدولة بالتخربيقولوجي؟ حنا راه ماشي جزيرة في شي بحار كتعيش بلا ناناس أو كتعيش بالبنان. حنا الدولة، دولة عندنا وجه على المحيط الأطلسي كيعطي نيشان في الولايات المتحدة. أكادير عندها التوأمة ديالها مع ميامي، لأنه دار سختيهم بجوج كانوا طرف واحد. باش تكون الأمور واضحة، حنا والبرتقيز عندنا ضفة ديال البحر الابيض المتوسط. ثانيا المغرب عنده مضياق ديال جبل الطريق، منو كيدخلوا يخرجوا البواخر من البحر الابيض المتوسط الى المحيط الاطلسي. حنا دولة على 12 عقدة دينو من الاتحاد الاوروبي. انا كنعقل على راسي ملي كنت كنسكن في طنجة، كنمشي نتقهوى باش كنرتاح، وكنشوف سبانيا بعينيا، وفي الليل كنشوف السيارات دايزين. حنا جيران ديال اوروبا اكثر من هذا، بما ان الاوروبيين كيقولوا لنا السبتة ومليليا اراضي اوروبية، حنا عندنا حدود مشتركة مع الاتحاد الاوروبي. وبديت تقول لي بانه غنسيروا البلاد بالتخربيقولوجي.
دابا شكون اللي كيسير المغرب؟ كلهم متصفقين. هذه الملكيه كاين واحد الدستور، شكون الامور واضحه. الحكومه شيء، الحكومه عند واحد الرئيس، والحكومه قد سهله، كاين واحد القانون ها هو، ما حتاش نصدع راسي ما نقراه ليكمش، ما تخافوش ما محتاجش. هو القانون ديال 19 مارس 2015 كي سيير وكينظم اشغال الحكومه والوضع القانوني لاعضائها. ما انا وزير غاب واحد اخر كينوب عليه، رئيس الحكومه غاب عارفين كيفاش نديروا له، واحد بغى يسير من البعد كنعرفوا كيفاش يديروا له، ولكن الملك لا. الملك الدستور ما كيعطيهش حق التفويض. اكيد انا عارف بان الفاصل 140 من الدستور كيقول لك للملك ان يفوض لرئيس الحكومه بناء على جدول اعمال محدد، رئاسه مجلس الوزراء، المجلس الوزاري اللي كيحدد الاستراتيجيه العامه ديال البلاد، هي متفق معكم. ولكن ما كاينش قانون تنظيمي بحال اللي عند الحكومه. مثلا الحكومه اللي هي واضحه كيقول لك السلطه التنفيذيه تتالف الحكومه من رئيس الحكومه والوزراء، ويمكن ان تضم كذا، يحدد قانون تنظيمي خاص القواعد المتعلقه بتنظيم وتسيير اشغال الحكومه. حنا الدستور ما كيقول لناش عندنا واحد القانون خاص كينظم الحياه والاشغال ديال الملك ديال البلاد. كل حال حنايا راه كنشوفوا بعينينا، راه كنفكروا، راه كنسمعوا، راه كنتاثروا، راه كنسولوا. الله عطانا عويناتنا كنشوفوا بهم، وكنشوف الليل مرتاح نعسوا باش يكبروا العينين مزيان ونشوفوا الله غدلا مزيان. شفنا العجائب والغرائب، هادي ازيال من 4 شهور ما بقيناش كنعرفوا والو. اليوم علاش يتكلم الشارع المغربي؟ يتكلموش غادي يوقع في المغرب الجمعه الثانيه ديال اكتوبر. واش الملك غادي يحضر ولا ما غادي يحضرش؟ واش عاوتاني غنجيبوا الخرافه ديال الكوفيد باش نقولوا عن بعد؟ فين كاين؟ اش غادي يقول؟ وإذا مريض فعلا فحال اللي كيقولوا وبغى يمشي فحالو طبيعي، مشى ملك عاش ملك من حقه. نسمعوا النصارى كيقولوا، على كل حال ما عارف كيفاش نفسرها لكم، واش هاد الصحفيين الاسبان كيشيروا بالحجر؟ وسط الصحافه الاوروبيه نعست في شي فيرما ديال الشريفه، حنا في الريف كيف كنعيطوا له الشريفه؟ ملي شي واحد كيمرض كنقول له سير تبات في المزرعه ديال الكيف، وكيصبح لاباس هذا لان بات في الليله كلها وكيشوف كيف بغيتي يبات، غادي يفيق مزيان فرحان صحيح. واش هاد السبانيول ولا هاد الاجنبيين كيتحشوا؟ واش حنا المغاربه ما عندنا حتى شي حق؟ حتى حق المعرفه اش وقع للملك ديال البلاد ما عندناش الحق نعرفوها؟ واش ما نقدروش نعرفوا اش غادي يكون؟ اش غادي يوقع في المستقبل؟ حنا دوله في حاله حرب، حنا راه عندنا ما يسمى وقف النار، ان سيسي الفو. فوقاش كيكون وقف النار ملي كيكون الحرب؟ حنا الامم المتحده حكمت علينا بوقف النار، معنا حنا دوله في حرب في معركه عسكريه. هادي 20 عام والحمد لله ما كاينش المعارك وما بغيناهمش، هذا شيء واحد اخر، ولكن هذا التزامات. حنا في واحد الوضعيه كارثيه، المغاربه ما يمكن لهمش يزيدوا يخلصوا النفط ب 15 درهم الليتر من باب المستحيل.
المغاربه ما يمكنلهمش يزيدوا يسمعوا بان الفلوس ديال الفوسفات ما كتحطش في الخزينه العامه ديال المملكه. المغاربه ما يمكنلهمش يزيدوا يسمعوا بانه كاين الناس عندهم الملايير ديال الدولار في الخارج. يمكن ليناش نسمعوها، كان كخص تكذيب. انا تقارير على حسب ما سمعت وما قالت البارح الموجز ديال الحياه اليوميه، الموقع ديال الحياه اليوميه، قالوا لي بانه 10% ديال المغاربه كيملكوا كيتصرفوا 63% ديال الثروه الوطنيه. ايوا انا كنعرف بان الناس في واحد الفقر لا يتوقع. وانتم كتقولوا لي ولا مؤسسات اجنبيه كيقولوا لي بانه كاين مغاربه عندهم الملايير ديال الدولار. واش وقع؟ واش كنظنوا بلي غادي نبقاو الى الابد جاهلين ماذا يقع في طاطا فيما يخص المناجم ديال الذهب؟ انا ما كنخرفش باش تكون الامور واضحه. القانون هذا ديال 2015، اش كيقول لك القانون ديال 2015 في الفصل 5؟ واضح كيقول لك نعم سيدي، تعتبر المناجم جزءا من الملك العام للدولة. فين الذهب ديالي؟ ميمكنليش نسمع بأن كاين واحد الشركة إنجليزية شاركة مع شي مغاربة أو ما شاركاش مع شي مغاربة. شغلهم هذاك، عندهم استغلال ديال 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 الذهب وديال البلاتين. القانون واضح ديال المناجم ديال 1951، الواحد اللي عنده الحق في المناجم هو الفوسفات. الفصل السادس ديال القانون 18 ماي 1951، تحتفظ الدولة وحدها بالبحث على الفوسفات واستغلاله. ما قال ليش بانك يحتفظ شي حد اخر بوحده على البلاتين وعلى الذهب ولا على النقره. بالعكس، واش حنا كنشوفوا بانه الشعب كيعيش واحد الحاله كارثيه، ما عندوش فيش يزيد، ما عندوش فيش يزيد. واش هنا شي واحد كيخطط باش يقلب هذا المغرب هذا ويدير لنا شي حرب اهليه؟ غتفكروني في واحد السيده اللي قالت ديك النهار، هذا اللي كيبغي يخطط ولا بغي يقول لنا شي حاجه يجي لنا نيشان. ملي كانوا صوروا الملك ديال البلاد في باريس قالت لهم المغاربه ما كيتاثروش بهذا الشيء، وفعلا المغاربه ما كيتاثروش. داك الشيء ديال تصور لي شي واحد في الزنقه مريض او عراج او لا كيضحك ولا كيتخاصم او لا تصور زيان عريان. انا قلت لك من دابا باش كل الامور صافيه، اعطيني المحاسبات ديال الذهب ديال طاطا، انا مستعد نجلس بالجوع بالبر زبط في شارع محمد الخامس يتفرج فيا اللي بغى. الذهب ردوه، خلينا بالخريب ديال شحال. داكشي ما كيأثرش على المغاربه وما عندنا ما نديرو به ولا يهمنا. هذا اللي هاد السياسي البوليسي اللي قال بانه بالبورنو ولا بيغاسيوس وديك الخرايب غادي يوصل لشي نتيجه، راه غير كيشير لان ما كيفهمش وما يمكنلوش يفهم وما غادي يفهمش لان ما كيفهمش المغاربه. الوضع الحالي ما يمكنلوش يستمر، الوضع الحالي ما يبغوش ما يمكنلوش يستمر وما يمكنلوش يستعمل. وانت كتقول لي بان الملك اما زعفان اما مريض غائب. الملكيه خصها تتحمل مسؤوليتها. اذا الملك غائب عندنا ولي العهد، امور واضحه، غادي يتحمل مسؤوليته والملك غادي يمشي يرتاح. على كل حال حنا ما عندنا شي نظام اللي كيقول الملك اللي كان البارح غادي يرجع غدا. هذا بغا ودا حس راسو بانه خصو يتمتع من الحياه وحقه
ومن حقه، راه عندنا ولي العهد غادي يتحمل مسؤوليته، على الاقل عندنا حنايا نكونوا امورنا واضحه، ممكن ليناش نبقاو في الغموض. وبغينا نعرفوا شكون اليوم كيحكم المغرب، وحلو خيطه بديتو كتقولوا بان الامير مولاي رشيد هو اللي كيحكم المغرب، وكان في الولايات المتحده. سمعنا جا من الولايات المتحده مشى انجلترا وقال لك كان في الولايات، دوك ماشي هو. شكون اللي كيحكم المغرب؟ تحكم المغرب حنا كنتصادروا الفراج، كنتصادروا كاين ستة الناس مازال في ديك الكارثه ديال الحسيمه، اللي ممكن لاش تشرف اي مسؤول في البلاد، واللي جعلت ان الاحزاب السياسيه الوطنيه اللي مشات كتقول كاين انفصال في الريف بلا حشمه بلا حياه، حتى واحد ما كانت عنده الشجاعه يقول لا ما كاينش انفصال، وفعلا ما كاينش انفصال. وانا زيا محامي جبت رساله من السجن ناصر الزفزافي كيقول لي ماشي انفصالي ماشي انقلابي وما كاينش انفصال في الريف. نهضت الضجه كلها، تديو لي ولدي للحبس، تحاولوا ديروا، تحاولوا تشدوا لي المكتب، تحاولوا توقفوني، تحاولوا تخلعوني بالسجن. والسجن عمولنا الرجال، والسجن عمولنا الرجال، وانا عمري ما حسيت براسي وليا. باش تكون الامور واضحه، ما دخلاني حتى بشر على وجه الكره الارضيه، لا اخشى الا الله سبحانه وتعالى. قلتها وكنعاود نكررها، انا عارف بان رزقي، صحتي، حياتي، مصيري، مستقبلي بين ايدي الله سبحانه وتعالى، ماشي بين يد اي بشر كما بغى يكون. وغادي نعاودها مرة أخرى، لأن هذه الآية كنظن خصها تكون شعار مكتوبة في كل بلاصة. وما كان عيسى ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، ما عندكش اللي قالت بأنه الله دعا ولد عيسى معجزة ربانية، وأمي صديقة وهما يأكلان الطعام. فهموا ما معناه وهما يأكلان الطعام، غادي يجدا باش مخلوق واحد اخر، وغادي يقول لي ينسى بانه الله قال في القران وهما يأكلان الطعام من الرسول ومن المعجزه، ان المراه اللي الله سبحانه وتعالى قالت بانه صديقه، وتجي هنا تتخلعني بشي بشر غادي يحيد لي رزقي ولا غادي يحيد لي حياتي او لا حريتي. وإذا كانت حريتي غتطلع لشي حاجة وغار تصرف فيها، غار تصرف مع راسك. حنا كنا كنتصادروا بأن انفراج سياسي، كاين مازال ستة الناس في الحبس في القضية ديال الحسيمة، عندك محمد حاكي، وعندك ناصر الزفزافي، وعندك نبيل أحمجيق، وعندك سمير إغيد، وعندك محمد جلول، وزكريا أدهشور. حنا كنتسناو ستة يخرجوا باش نتو الملف ديال الحسين، وانتم كتزيدوا لنا واحد اخر في الحباسات، كنتو تبينوا لينا العضلات ديالكم. فاش العضلات ديالكم في الظلم؟ واتقوا الله، اتقوا الله في هذا الشعب هذا. راه فراينة وكتار من الفراينة، والله حقرهم انه ناموس دخل في المنخار ديال شي واحد وطلع راسو، تبدا كيضرب راسو بالحديد. هديكم الله، خلينا احترموا بعضياتنا، بغيت المؤسسة تحترم، احترموا الشعب، بغيت الأمور تمشى لقدام، أجيو الصدق قولوا لنا اش واقع،
ما تخليوناش دار غفلون. اش كتعتبرونا حشرات؟ اش كتعتبرونا بالضبط؟ ميمكنناش نعيشو بلا بيكم ولا شنو؟ دابا الغريب في الامر انني الى حد الساعة كنت كنظن بانه المؤسسة الملكية ضرورية. وإذا كتقول لي بأن هذه السنين هو ما كيسيرش المغرب داك ما بقاتش ضرورية. لربما هذه الفكرة اللي بغات خيادة اللي كيخلط في المغرب يدخل ليا في راسي وفي راس المغاربة. هذه الفكرة. أننا بغى يوعينا بالطريقة هذه أن المؤسسة الملكية اللي حنا مثبتين بها وكنظنوا بأن ضرورية للمستقبل والأمن ماشي ضرورية. انا هكا كنشوف الامور في هاد الساعات. هاد الساعه ما بغيتش نسمي ساعه اخرى نسمي بواحد شكون اللي كيحكم في المغرب وشكون اللي كيسير هادي وشكون كيسير الاقتصاد شكون اللي كيسير البوليس وشكون اللي كيسير الامن شكون اللي كيسير السياسه ونفضيوها. حنا شينا كنكذبوا على بعضياتنا. ما كتفهموش ما قادرينش ما فهميش كظلمو من باب المستحيل ان الله يصلح عمل الظالمين او المفسدين او لا المغضوبين عليهم. من باب المستحيل ان الله سبحانه وتعالى يصحح اعمالكم مستحيله. فقبل ما ينزل الغضب ديال الله حاولوا تفهموا بأن الانفراج السياسي ضروري. وإذا فعلا هاد السي خنوش عنده الملاير ديال الدولارات في الخارج قوموا حاسبوه منين تكون جاتو؟ كيطبع الفلوس غادي يكون ربحهم. وإذا ربح أنا قالوا أنا معنا ما عنديش حجة قالوا بأنه تضاعفت الدوبلات ضعفت الثروه ديال خنوج في الزمن ديال الكوفيد. وهذا راه ربح خلص عليهم شي ضريبه خلص عليهم الواجب. انا اذا ما خلصش عليهم الواجب خصكم تحاسبه. انا على حسب ما سمعت كان واحد المجلس ديال المنافسه قال بانه تخلضوا وخصهم يردوا 14 مليار ديال الدرهم لان خلضوا في السوق وباعوا وشراوا بصفه غير قانونيه باش يكشطوا المغاربه. ولكن 14 مليار ديال الدولار ما ردوهاش هو وشي مجموعه ديال الشركات. دابا وقع شي حاجه وخوفانين بانه وداجا شي عهد جديد غتنوض المحاسبه وكخصكم تخليونا في هذا العهد هذا اطول مده ممكنه بتصفيو حساباتكم وتهربوا الفلوس اللي عندكم في المغرب او لا تحلوا مشاكلكم. راه كاين شي سر هنايا وهادشي يمكن يتسالى. الملك ودا حضر وتكلم واجتمع وقرر تسالت الفهمه. كلنا غادي نسكتوا علاش نبقاو حنا متابعين اليوميه كالندريه فوقاش خصو يظهر للملك باش نعرفوا واش كاينه ولا ما كاينش واش بصحته ولا ماشي بصحته. واذا كان مريض قولوا لنا باي مرض مريض باش سير الدوله راك خصك تقرا الوف ديال التقارير يوميا. الحسن الثاني راه ما كانش كينعس في الليل في الستة العشية كان كيشد التواركة وكيبقى حتى الربعة الصباح وكيقرا في التقارير. باش تسير الدولة كخصك ألوف ديال التقارير في النهار تقراهم وتستوعبهم. قولوا لينا اش وقع لأنه إذا خليتونا كل واحد فينا يمشي خمام يمشي داكشي اللي صالح به ولا ما صالحش به ولا
داكشي اللي كيقولوا له ولا داكشي اللي ولا مشى حتى الشعب تخلع، راه نتوما بوحديتكم اللي غتاكلوها مزيان، نتوما اللي ساترين الحقيقه، نتوما اللي دايرين التخلو ده كله، نتوما غتاكلوها. طوخونا حنايا بانه كاين زعيتر كيبيع الشفنج في صلاه، تخرب ايكولوجي حنا ما كنعرفوهش، حنا كنعرفو شكون اللي كيشري السلاح وبشمن الثمن كيشريو السلاح وفين كيمشيو لي كوميسيون. بغينا نعرفو فين كاين الفلوس ديال الفوسفات، بغينا نعرفو شنو ديرتو لنا في المناجم ديال الذهب وديال النقره وديال البلاتين، بغينا نعرفو شنو واقع في المداخل ديال الحوت، بغينا نعرفو فين كتمشي الميزانية ديال الدولة، بغينا نعرفو كيفاش كاينين الناس كيربحوا الملايير ديال الدولار في المغرب وكاينة الأزمة. ما بغيناش نعرفو شي حاجة واحدة أخرى. أعانكم الله.